إلى بيروت أتحول فأرحب بزميلي أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، يعني كنت ألاحظ عليك قبل أن ندخل إلى الهواء أنت تجفف عرقك، يبدو أنه ليل لبنان أيضا ساخن، يعني النهار ساخن وما زال الليل أيضا في هذه الساعة المتأخرة ساخنا، في ضوء ما أشرنا إليه في سياق الخبر، لو تلخص لنا هذه الاستهدافات من قبل حزب الله لمستوطنات في إسرائيل، كيف صار اليوم على هذا المسار؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل درجة الحرارة مرتفعة في العاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة أيضا إلى درجة الرطوبة التي تبلغ درجات قياسية في هذه الأثناء، وذلك قبل موجة حارة أو شديدة الحرارة من المرتقب أن تصل إلى بيروت خلال الأيام القليلة الماضية، فبالتالي عذرا على هذا. عموما نحن في القاهرة أيضا نعيش هذه الأجواء أحمد. نعم، هي درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق في لبنان بالفعل. نعم. أما فيما يتعلق بالوضع في الجنوب اللبناني، فبالفعل هناك أربع عمليات نفذها حزب الله اللبناني الجنوب باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على عدد من البلدات على مدار اليوم، وتحديدا بلدات القطاع الأوسط عيطرون وبليدة، وأيضا بلدات في تابعة لقضاء بنت جبيل في القضاء الأوسط. هذه كانت غارات جوية، بالإضافة إلى غارة جوية أيضا استهدفت منطقة في البقاع الأوسط ولكن دون إصابات. أيضا القصف المدفعي الإسرائيلي طال عدة بلدات في القطاعين الشرقي والغربي من الجنوب اللبناني، ولكن الملاحظ أن وتيرة عمليات حزب الله هي أقل من الأيام السابقة. أيضا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني هي أقل من الأيام السابقة، وفيما يبدو أن ربما التركيز الآن على الحرب النفسية المستعرة بين الجبهتين أو بين الجانبين على مدار الساعات القليلة الماضية، سواء من خلال نشر العديد من الشائعات حول الوضع في لبنان، أو أيضا قيام حزب الله بنشر فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع خاصة دون ذكر أسماء هذه المواقع في الشمال الإسرائيلي، في إطار الحرب النفسية وأيضا التحذير من التمادي والوصول إلى حرب كبرى في المنطقة، وذلك بعد ذروة التصعيد خلال الأيام السابقة. طيب، هو أحمد أنت أشرت إلى ملمح مهم في الواقع ربما كنا نتابعه مع عمرو المنيري في بروكسل ورامي جبري في واشنطن. هناك في واشنطن يتحدثون عن ضرورة ألا يمتد الصراع بين لبنان وإسرائيل إلى ما لا يحمد عقباه، أيضا الاتحاد الأوروبي يحذر من اتساع رقعة الصراع. إذن على المسار السياسي هناك تخوفات أوروبية أمريكية، هل يعني نستطيع القول أن هذه التخوفات هناك اتصالات حاولت أو تحاول احتواء الموقف على أصعدة مختلفة، وبالتالي يعني يمكن ألا تخرج الأمور عن السيطرة؟ نعم، بالتأكيد كما ذكرت هناك سباق دبلوماسي سياسي من أجل احتواء هذا التوتر، أو على الأقل خفض وتيرة التصعيد والتوتر في الجنوب اللبناني لحين الوصول إلى اتفاق نهائي أو حل نهائي يضمن وقف إطلاق النار بين الجانبين. هناك زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر غد أو بعد ظهر اليوم، لأننا بدأنا بالفعل في يوم الثلاثاء، فهي ستصل بعد ظهر اليوم وستلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال، ومن المقرر أن تلتقي أيضا عدد من المسؤولين، والهدف الأساسي هو بحث سبل خفض التصعيد. ألمانيا لها أكثر من 240 جندي منتشرين في الجنوب اللبناني ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، هذه القوة التي تضم أكثر من 10,000 جندي من 49 دولة على مستوى العالم. هذه الدول 49 فهي معنية بكل تأكيد بعدم التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، لأن اليونيفيل من أهم مسؤولياته هو حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، فإذا كانت هناك حرب ولم يكن هناك أمن واستقرار فبالتالي مهمة اليونيفيل في الجنوب اللبناني في خطر، وأيضا الجنود في الجنوب اللبناني لابد سيكون لهم أيضا مهام أو وضع في هذه الحرب، ولذلك الدول 49 تبحث بشكل وثيق جدا
مع الدولة اللبنانية من أجل احتواء وتخفيض حدة التوتر في الجنوب اللبناني. أيضا هناك فرنسا وإيطاليا وعدد كبير من الدول الأوروبية لها ممثلين أو لها جنود ضمن القوة الأممية اليونيفيل، أيضا دول آسيوية كثيرة لها جنود في اليونيفيل، فبالتالي هذه الدول ستكون معنية خلال الساعات القليلة المقبلة بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية من أجل احتواء هذا التوتر على الجنوب اللبناني. طيب أحمد، على ذكر الحرب النفسية أنت أشرت إلى جانب مهم، هل يمكن أن نقرأ في إطار الحرب النفسية، وربما أنت تابعنا معك بالأمس هذه الجولة في مطار بيروت، لأنه كان التلغراف طبعا كانت قد نشرت أخبارا عن تخزين أسلحة وصواريخ في المطار، وبالتالي قرئ هذا الأمر أيضا إلى أنه جزء من الحرب النفسية التي تشن على لبنان. كيف يعني تلخص لنا ما دار أيضا في خلال هذه اللقاءات، وكيف أنت وجدت الأمور وأنت تجولتم يعني في المطار وكان لكم جولة كبيرة؟ نعم، خلال الساعات التي قمنا فيها بالجولة في المطار على مدار الساعات بعد ظهر يوم أمس، ربما وجدنا أن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية وتحديدا وزارة الأشغال والنقل ومطار رفيق الحريري الدولي ليس لديه ما يخفيه، كانت كافة الأبواب مفتوحة أمام السفراء وممثلي السفارات الذين تواجدوا منذ 10:30 في مطار رفيق الحريري الدولي، كانت أيضا هذه المخازن وكافة الإجراءات مفتوحة أمام أعين الكاميرات، وبالفعل تمكنا من رصد كافة الإجراءات داخل مراكز الشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي، ورصدنا أيضا مطار أو سور مطار رفيق الحريري الدولي، وأن هذه الإجراءات جميعها تخضع لمراقبة دورية من قبل الهيئات والمنظمات الدولية وأيضا من قبل الشركات والتي تنظم رحلاتها، سواء رحلات للأفراد أو رحلات الشحن من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت. هذه الإجراءات جميعها مسجلة وهناك وثائق تؤكد كافة الحركات والتحركات التي دخلت في مراكز الشحن على مدار الأشهر وربما السنوات السابقة، فليس لدى مطار رفيق الحريري الدولي ما يكفيه إما عن الجهات المسؤولة، وربما من خلال ما شاهدنا كان الأحرى بالتليجراف وفقا لما قاله مسؤولون ومراقبون، أيضا كان الأحرى بالتليجراف أن تشارك في هذه الجولة أو أن تطلب جولة مثل هذه الجولة أو تطلب معلومات من مطار رفيق الحريري الدولي بشكل مباشر، فكانت ستحصل على كل ما تريده حتى فيما يتعلق بالطائرات الإيرانية التي تحط في مطار رفيق الحريري الدولي. وبالفعل كنت قد وجهت سؤالا مباشرا لرئيس مصلحة الجمارك فيما يتعلق بالطائرات الإيرانية تحديدا التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي، وأجاب بكل وضوح وصراحة وعرض بكل التفاصيل التي يمكن أن تمر بها الشحنات التي تصل من إيران أو من غيرها أو من أي دولة على مستوى العالم، فبالتالي كان الأحرى بالتلغراف أن تتواصل وأن تحقق بنفسها وأن تستقي المعلومات من مصادرها الرسمية. الدولة اللبنانية تعتبر أن ما نشرته التلغراف يأتي في ضمن حملة نفسية شرسة يتعرض لها الشعب اللبناني ضمن حروب الجيل الرابع، ربما هذه الحرب تضمنت أيضا نشر سلسلة من الشائعات على مدار الأيام القليلة الماضية، كان أبرز هذه الشائعات هو الحديث عن قيام عدد من سفراء الدول الغربية في لبنان بمغادرة لبنان تمهيدا أو لما ذكر في هذه الشائعة أنه اجتياح أو حرب شاملة من قبل إسرائيل على لبنان، ونفت السفارات هذه الأخبار كما نفى وزير الإعلام أيضا هذه الأخبار. كانت هناك سلسلة من الأخبار المماثلة لهذا الشأن، وربما وزير الإعلام أيضا حذر وسائل الإعلام اللبنانية ودعا أيضا المدونين ودعا كافة المتعاملين على وسائل التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر لما تتعرض له الدولة اللبنانية في هذا التوقيت من شائعات تستهدف نفسية اللبنانيين في هذا التوقيت، فبالتالي بالفعل هناك إجماع على أن لبنان يتعرض إلى حرب نفسية شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، علما بأن التصعيد الميداني لا يضاهي هذه الحرب النفسية، يبدو أن التركيز في هذه الأثناء على الحرب النفسية فيما يتعلق بالوضع في الجنوب اللبناني. شكرا جزيلا أحمد سنجاب من العاصمة اللبنانية بيروت.